وللمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور برحب بك في البداية. أهلا بك كل مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني كما نتابع في هذا الملف ملف روسيا وأوكرانيا، منذ أيام كانت هناك إقالة لقائد القوات الجوية الأوكراني من قبل زيلينسكي، وذلك بعد تحطم مقاتلة F-16. أيضا هناك يعني كر وفر من خلال سقوط طائرات هنا وسقوط طائرات هناك، أيضا مدينة كوريسك واقتحامها من قبل القوات الأوكرانية وتبادل الهجمات في هذا النطاق. كيف تقرأ المشهد خاصة بعد تصريحات يانس ستولتنبرغ وتحالف الأطلسي؟ تفضل. بعد التحية طبعا لكل مشاهدينك الكرام، في الواقع أن المشهد الروسي الأوكراني يشهد حالا من التصعيد المتزايد على الجانبين، سواء من ناحية أوكرانيا بعد اقتحام إقليم كورسك الروسي وإثبات أن أوكرانيا قادرة على توجيه ضربات لروسيا واستخدام هذه الورقة أيضا لمحاولة فرض تسوية سياسية على روسيا، أن تكون يعني الانسحاب مقابل انسحاب روسيا من شرق أوكرانيا، وهذا بيعكس حقيقة في المقابل أيضا أن هناك تصعيد روسي خاصة بعد التوغل الأوكراني، والآن هناك ضربات نوعية في سواء في العاصمة كييف التي تشهد ضربات غير مسبوقة حقيقة، أو في المدينة الكبرى الأخرى خاركييف، وهذا بيعكس أن كلا الطرفين الآن يتجه إلى مزيد من التصعيد، وأن رهان التصعيد العسكري هو السائد في مقابل تراجع أو الغياب تماما أي حديث عن أي تسوية سياسية. من الواضح أن الغرب دعم روسيا كما رأينا في قمة الناتو الأخيرة التي يعني أقر مساعدات عسكرية لروسيا بقيمة 40 مليار يورو وتزويدها بأحدث الأسلحة الهجومية، سواء طائرات F-16 التي تم تسليمها لأوكرانيا، أو فيما يتعلق بمنظومات الصواريخ باتريوت أو الأسلحة الصواريخ الهجومية مثل هيمارس وغيرها، والتي تعكس حقيقة أن الغرب يحاول إفشال وإبطاء روسيا في أوكرانيا ومنعها من تحقيق أهدافها المتمثلة بالطبع في السيطرة وإحكام السيطرة على الأقاليم الأربعة التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وهي طبعا جمهوريتي دونيسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابروجيا، في ظل أن هناك صعوبات ما زالت تواجه روسيا في ظل الدعم العسكري الغربي والأمريكي لأوكرانيا غير المحدود، والذي يحاول طبعا تحقيق أهداف استراتيجية من خلال استنزاف روسيا وإبقاء حالة الصراع كما هي وعدم تمكين روسيا من تحقيق النجاح أو تحقيق أهدافها. في مقابل هو بيدرك أن هذا الدعم العسكري لن يغير موازين القوى أو يجعل أوكرانيا تنتصر على روسيا، باعتبار أن روسيا طبعا ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، ومن الاستحالة أن يتم هزيمتها عسكريا. لكن الآن روسيا أيضا في محاولة لحفظ هيبتها خاصة بعد التوغل الأوكراني تزيد من توجيه ضرباتها، هي حققت تقدم في بلدات في شرق أوكرانيا في دونيسك وغيرها، خاصة أن لوغانسك تقريبا روسيا سيطرت على أكثر من 80 أو 85% منها، يبقى دونيسك التي هناك يعني ما زال هناك طبعا معارك كر وفر بين الجانبين، وبالتالي نحن الآن نشهد حرب بالنقاط. روسيا ستقدم في أوكرانيا في شرق أوكرانيا، توجه ضربات ضاغطة وموجعة لأوكرانيا في المدن الكبرى في كييف وخاركييف، في المقابل أوكرانيا أيضا تحاول أن توجه ضربات روسيا كما رأينا بالأمس استهداف بالجرود ويعني وقوع انفجارات واستهداف محطات الطاقة محطات التخزين النفط، وبالتالي المشهد بيعني أنه انتقل إلى مرحلة أعلى من التصعيد في محاولة كل طرف تحقيق انتصارات على الطرف الآخر، وبالطبع هذا سيرتبط به أي تسوية سياسية مستقبلية باعتبار أن ما يحدث على الأرض هو سيكون له الكلمة في تقرير مسار المفاوضات ومسار وطبيعة التسوية السياسية بين الجانبين. طب يا دكتور، إذا بنتحدث عن 40 مليار يورو دعم لأوكرانيا وأيضا منح عسكرية من بعض الدول لا ترد لأوكرانيا في ظل مواجهة الاتحاد الأوروبي لأزمات سياسية طاحنة داخل بعض بلدانه، وأيضا أزمات اقتصادية يعني لم تكن توجد إلا بدعم هذه الدول لأوكرانيا في كل المدة السابقة لهذه الحرب،
كيف ترى هذا الدعم؟ يعني هناك مشكلات يواجهها هذه المنطقة من العالم، في الاتحاد الأوروبي، أيضا أمريكا على مشارف انتخابات جديدة أيضا. يعني إذا تحدثنا عن، يعني لو سؤالي لحضرتك في نقطة تانية، إذا جاء ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، تحدث من قبل عن أنه كان سيحل هذه مشكلة الحرب في غضون أيام. يعني الواقع فيما يتعلق بالشق الأول أو الجزء الأول من سؤالك، وهو متعلق بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعاني صعوبات اقتصادية بسبب الأزمات العديدة التي مر بها، سواء أزمة كورونا وبعدها تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وألقت بظلالها السلبية الكبيرة على الدول الأوروبية، خاصة التي دعمت أوكرانيا. تمثل هذا الانعكاسات في ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار التضخم وارتفاع أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، لأن العقوبات الغربية والأوروبية تحديدا والأمريكية انقلبت سلبا وارتدت عكسا في مرمى الدول الأوروبية، وبالتالي روسيا قادرة على مواجهة هذه العقوبات. هي أحلت صادراتها من النفط والغاز إلى الأسواق الصينية والهندية، وبالتالي لم تتضرر كثيرا، استمرت في معدلات النمو فيما يتجاوز 3%، بينما الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمات، حتى بريطانيا التي دعمت واجهت أزمات اقتصادية طاحنة، وبالتالي دفع كثير من السياسيين الأوروبيين مثل ريشي سوناك أو غيرهم، دفعوا ثمنا كبيرا لدعمهم المطلق لأوكرانيا. هنا التساؤل حقيقة، في الوقت الذي هناك انفصال بين النخبة السياسية الأوروبية وإصرار الدول الأوروبية والحكام أو الدول الأنظمة على دعم أوكرانيا، لأنه هناك طبعا حالة من التململ، حالة من الاعتراض داخل الشعوب الأوروبية بسبب نتائج هذه الحرب وتداعياتها السلبية، وهذا بيعكس تساؤل حقيقي حول لماذا هذا الإصرار، رغم أنه بعد عامين ونصف لم يحقق الدعم العسكري الغربي أو الأوروبي أي تغير في موازين القوى، لم تنجح أوكرانيا في تحرير بلدة واحدة أو تحرير كيلومترات واحدة، وهذا بيعكس أيضا أن هناك أهداف استراتيجية، وأن من يملك كلمة الحرب حقيقة هو الجانب الأمريكي الذي يدفع الأوروبيين دفعا أيضا إلى التماهي مع سياساته، سواء في فرض العقوبات أو الدعم العسكري لأوكرانيا. وهذا الهدف استراتيجي حقيقي مرتبط بأمريكا وصراعها مع روسيا، وكذلك الصين على هيكل النظام الدولي، ومحاولة تحجيم روسيا وصعودها السياسي والاقتصادي والعسكري من خلال يعني استنزافها في هذا المستنقع الأوكراني، حتى وإن كان الثمن هو أن تدفع أوكرانيا ثمنا باهظا، سواء ثمن اقتصادي أو تكلفة بشرية عائلة أو تكلفة عسكرية أيضا الأوروبيين. وتعلق بالشق الثاني هو أيضا مهم، لأن أيضا الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الجانب الأمريكي، على الاقتصاد الأمريكي، ارتفعت تكاليف معيشة المواطن الأمريكي وارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق والتضخم ومكان تكاليف الحياة. ومن هنا أنا في اعتقاد الناس يكون لها تأثيرات سلبية على الانتخابات، وربما يعزز فرص ترامب الذي الرجل أصرح أكثر من مرة أنه لو كان موجودا لما كانت الحرب، وأنه إذا عاد البيت الأبيض سيتم وقف الحرب من خلال رؤيته في أيام قليلة. وهو الرجل يتعامل بمنطق الواقعية، لأنه بيد أولا علاقاته القوية أو يعني الجيدة مع روسيا التي لا يعتبرها عدو استراتيجي، وعلاقاته مع بوتين. في نفس الوقت أيضا هو الرجل ربما سيقلل أو يخفض الدعم العسكري لأوكرانيا، وهذا سيجعل أوكرانيا حقيقة يعني تتكي للواقعية السياسية. لكن الآن أوكرانيا تستقوي بالجانب الغربي والجانب الأمريكي، ترفض أي مشروعات التسوية السياسية، تستمر في خيار التصعيد، وبالتالي وصول ترامب أو عودته سيغير من مسار الأزمة. أنا في اعتقادي سيكون باتجاه أقرب للاتجاه التسوية السياسية الواقعية، وليس لأن حالة الحسم السياسي واللاحسم العسكري التي سيطرت على المشهد منذ عامين ونصف، أنا في اعتقادي بسبب إدارة بايدن ورفضها للتسوية السياسية ودفع الرئيس الأوكراني إلى طرح شروط تعجيزية كما طرح في كما انعكس في مبادرته التي طرحها في قمة العشرين في بالي في نوفمبر 22، عندما طالب روسيا بالانسحاب الكامل من كل المناطق التي سيطرت عليها. روسيا ترفض هذا وتعتبره خط أحمر لأنها جزء من أراضيها. طالبت روسيا أيضا أو طالبت أوكرانيا أيضا روسيا بمحاكمة المسؤولين الروس عن هذه التدخل العسكري، ورفضته روسيا أيضا. طالبت روسيا أيضا بدفع تعويضات وإعادة الأعمار أوكرانيا. كل هذه الشروط التعجيزية لا تعكس حقيقة طبيعة الأرض على الواقع، لأن التسوية ويتم وفقا لموازين القوى على الأرض، تتم وفقا لتبادلات متبادلة، وبالتالي طرح أوكرانيا شروط تعجيزية للتسوية بما لا يعكس حقيقة الموازين القوى على الأرض، هو أيضا بيزيد من إطالة أمد الحرب، خاصة أن الغرب يستمر في دعم العسكري ولا يتجاوب تماما مع أي مبادرات سياسية قدمت من قبل، سواء من الصين أو من دول مختلفة أو حتى من الدول الأفريقية والجماعة العربية وغيرها، لأن الغرب هو يراهن على الخيار العسكري. وفي اعتقادي أن وصول ترامب في حالة فوزه سيكون هناك مسار آخر مختلف للأزمة الروسية. طب دكتور، بالحديث خلال العامين الماضيين،
دكتور أحمد، بالحديث عن هذا الملف والتصريحات الأوكرانية بأهمية وجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أو أنه هذا شيء مهم جدا وجود أوكرانيا يعزز الاتحاد الأوروبي، هذه تصريحات نقرأها يوميا في الأخبار التي ترد من الجانب الأوكراني، كيف ترى يعني إصرار أوكرانيا ومسؤوليها على التصريح بهذه التصريحات التي تستفز روسيا علنا؟ يعني إذا تحدثنا عن سبب الحرب الرئيسي منذ عامين ونصف العام، هو هذا الموضوع، هو رؤية أو إرادة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيهدد يعني نفوذ أو أمن روسيا القوم. في الواقع طبعا هناك مسألتين مهمتين تتعلق أول بانضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وهذا تعتبره روسيا خط أحمر لأنه يمثل تهديد للأمن القومي الروسي، لأنه بيجعل حلف الناتو على الأراضي أو الجوار المباشر على الحدود الروسية، خاصة الآن أن حلف النيتو تمدد في السنوات الأخيرة وتمدد مؤخرا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وضم فنلندا والسويد، وأصبح الآن هناك بحيرة بحر القزوين، أصبح يعني بحيرة تابعة للناتو في ظل دول البلطيق وغيرها وكلها أعضاء في الناتو، لكن أوكرانيا تمثل جزءا من المجال الحيوي المباشر لروسيا، وهذا ما دفعها إلى التدخل العسكري لحماية أمنها القومي، خاصة أن الغرب وأمريكا رفضوا أي تسويات أو مبادرات خاصة بهذا الأمر ولم يقدموا ضمانات لروسيا، وكان الإصرار على ضم أوكرانيا للناتو ونشر منظومات متطورة للصواريخ البالستية والأسلحة الاستراتيجية في بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ثم في أوكرانيا شكل تهديد مباشر لروسيا دفعها إلى هذا التدخل العسكري تحت حماية أمنها القومي. فيما يتعلق بمسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، هي جزء أيضا من الأزمة الروسية الأوكرانية ودفع أوكرانيا للتدخل، لأن أوكرانيا منقسمة ما بين الغرب الذي يرى أنه مكانه الطبيعي في الاتحاد الأوروبي باعتبار الروابط الثقافية، وما بين شرق أوكرانيا حتى في الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا بيعتبر أنهم امتدادا للاتحاد الروسي، وأن هناك أغلبيتهم من السكان الروس أو أصول روسية يتكلمون اللغة الروسية. صحيح. وصول نظام زيلينسكي ومجموعة اتهمتها روسيا بأنها يعني متشددين أو النازية الجديدة في أوكرانيا دفع أيضا إلى يعني زاد الحرب الأهلية بين الأمرين، وهذا حدث قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي روسيا قد توافق على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، خاصة غرب أوكرانيا، ما لكنها لا ترفض تماما انضمام أوكرانيا للناتو لأن له اعتبارات استراتيجية، وبالتالي هنا صحيح. الأوكرانيين يحاولون طبعا يعني إعطاء الانطباع بأنهم جزء من أوروبا وأنهم يعني يتشاركون معهم القيم الثقافية، لكن هذا لا يوجد اتفاق حول الهوية الأوكرانية، كما قلنا هناك انقسام ما بين الشرق الذي يعتبر أنه جزء من روسيا وبين الغرب الذي يعتبر أنه جزء من أوروبا، وهذه مسألة الهوية تمثل أحد معضلات الحل الأزمة في أوكرانيا، لكن على الأقل روسيا وإن بدت مرونة في انضمام أوكرانيا أو غرب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تتسامح أو تقبل بانضمام الناتو، هذا أحد المشكلات الرئيسية، وبالتالي هناك عقبات حقيقية أمام تسوية هذه الأزمة، لكن على الأقل حل الأزمة الروسية الأوكرانية أنا في اعتقادي مرتبط أكثر بالتوافق الروسي الأمريكي، بمعنى صحيح. أن حل الأزمة هو في واشنطن وليس في يد أوكرانيا. أوكرانيا الآن للأسف يعني هي يعني تستمر في الحرب، تستقوي بالغرب، لكنها لا تراعي مصالحها القومية وضرورة أن تكون إلى جوار أو في سلام مع جوارها المباشر وهو روسيا، وهذا بالطبع أحد الإشكاليات الأساسية التي أصالت من أمد الحرب. يعني هذا بحسب أيضا تصريحات لمسؤولين روس أن أوكرانيا تأخذ تعليماتها من واشنطن، والاتهامات أيضا متبادلة في هذا الشأن. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على الانضمام إلى هذه التغطية وكل هذه المعلومات وهذا النقاش الثري.